مرحبا بكم يا شباب، اليوم جانا وياكم مقطع جديد عن لعبة بلانت فيزن زومبيز 2 مود الشتل. مود الشتل يعني كلمة شتل اعتقد ذهابا وايابا، بس هذا المود يعتبر من شوية اصعب المودات واللي غريبة نوعا ما اول ما جربتها، وهو طلب من احد المتابعين طبعا او المشتركين، قال لي انه لازم تجرب هذه النسخة او هذا المود. فإذا طعني الرابط، موجود الرابط كلها في الديسكورد، فقط في الديسكورد حاليا بلاند فيزن زومبيز، فقط في الديسكورد راح تلقونها، لأن هي عدة روابط فما نقدر نخليها بوست واحد على تليجرام، لأن راح يطلب من عندنا انه شنو اشتراك بريميوم. فلهذا السبب يعني اكو ناس تسأل لهذا السبب. اغلب الناس راح تدخل تدوس على شتل بعد ما تأكد البيرث اللي هو عيد الميلاد، فهذا الشيء متوقع من اي جيمز، فتدوس على شتل. اوكي، فلا تدوس على شتل حاليا لان راح يطببك على التدريب اللي هي تريننج 5 ايام. تدوس على البانر هذا الموجود حاليا، بعد ما تدوس عليه راح اول ما يدخلك على عالم غريب نوعا ما، واصل للمرحله الاخيره بس يعني ما تشتغل، فشي غريب انه يوصلك لهذه المرحله ويوديك لهذا العالم. اوكي، فترجع راح تشوف هذا العالم، عندك عالم التشاينيز جاردن مفتوح، وايضا حتى مصر القديمه موجوده، يعني حتى تلم النباتات تلم السيد مالتك من هذه العوالم، وبالتالي تقدر تسحق اي عالم موجوده او اي مرحله انت كنت عاصي بيها. هنا المرحله الاولى هي بيها استراتيجيه معينه انك يعني تخلصها، فعباره عن choosing seeds، يعني هو مختار لك هذه النباتات انك تستخدمها فقط. أيضا المرحلة الثانية راح تكون نفس الحالة، الثالثة نفس الحالة، الرابعة ما أعرف، بس الصعوبة يعني جدا شوية صعبة، يعني غلط واحد ممكن تخسر. أوكي، بندوس على المرحلة الثانية ونجربها، يعني شوف إنه إحنا مطينك النباتات والسيدز ولازم أنت تسوي سيرفايف لهذه الهجوم مال الزومبي أو الهجوم مال الزومبي. أوكي، حاليا وضع ليلي مبين، عندي 2 مشرومز، شوية هذه المشرومز مو كلش الدمج مالتها يعني قوي، بنحاول. اوكي عفوا نسيت، انا مو بفيوجن. اوكي لازم اكو بوتيت، بوتيته طينا بوتيته، هي مو بوتيته بس انا اسميها بوتيته. فقد سيطرنا نوعا ما، اوكي بس هاي المشرومز يستهلك بسرعة، يعني قبل استبدلها لازم. مشروم مؤقت هذا. يس. يمين وين الصعوبة هنا؟ اوه ماي جاد برو. اوه هيل نو. يلا اخوان. اعتقد ما راح نقدر لكن ان شاء الله. اوكي كل هذا وبعدنا باليوم او بالهجوم الاول. اوكي شوف ايش قد يجون يعني بجهة واحدة فقط. اوه نو شو نسوي، نطلع النباتات هذولي. لا سيجي الهجوم بس يلا راحت، يجي الهجوم لازم نستعد ونسدد الضعف. اوكي خلي ياكلون خلي ياكلون، كنا فقط نحافظ على هذا الطريق. اسمع عاد الفوق الفوق الفوق، او نسيت فوق الفوق. اوكي فزنا تقريبا مثل ما شفتوا، شوية صعوبة يعني لا بأس بها، لكن شوية لو يخففون الصعوبة أو يمكن هذا العالم يعني بي يعني تعديلات يخلين الصعوبة بهذا الشكل. فكذا يا شباب وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أعجبكم الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك، شكرا على حسن المشاهدة ومع السلامة.